السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. في البداية عرب الحملة أهم حملة هدفها إيه؟ إحنا كناس شغالين في العمل القوي لقينا إن أول حاجة بتواجه الناس أو في التعامل الناس الأخلاق. ففكرنا إن إحنا دلوقتي نعمل حملة الأخلاق مش هنغير بأخلاق الناس كلها، إنما بعض الحاجات الموجودة اللي هي ظاهرة في تعاملات كبيرة من الناس. حاجات ما ينفعش اللي هي تتعمل، يعني حاجات ظاهرة جدا وما ينفعش تتعمل. زي ايه؟ زي اللي احنا ما ينفعش ان احنا حد يجي يكلم اهله بطريقه مش مناسبه ويجي يكلم صحابه يكلم مدير الشغل باحترام وكده. يجي دلوقتي في الشارع لان هو مش هيقابل حد قصاده زي مره ثانيه يجي هو يشرح له او يجي يكسر عليه وهكذا، لكن لما يكون في حد ثاني مرتبط بيه او هكذا يجي هو يعامل باحترام. لا، الموضوع كله بيبقى واحد. زي ما هو يكون دلوقتي كمواطن مصري فعلا بيتعامل مع السياح، يجي هو مثلا بيعرفوا الدين الاسلام وهو مش بيتعامل بحكم الاسلام. فابتدت الفكره من هنا، فلقيت ان انسب حد هيبقى يعني ما عندوش خلاف في الجهه الطبيعه الحمراء الدكتور عمر عبد الكافي. والمبادره ما بين ثلاث حركات وثلاث فرق قوائيه هي فريق اهلا للتعليم الاسلام ومؤسسه اي دعوه الدعوه الذاتيه ومؤسسه المرتبون لتبليغ تطوير المجتمع. طبعا احنا هنا في استضافه الدكتور عبد الرحمن عبد البر. هنا في بيتنا، فهو نبتدي الدكتور يعرفنا اكثر عن نفسه ويبتدي يعرفنا عن نفسه. بداية مع السادة الأفاضل والسيدات الفضلاء أعضاء النادي في بيتهم الكبير، وبرحب بضيوفنا من خارج النادي من الحضور الكرام، وبرحب بالسادة المؤسسات اللي احنا بنستضيفها في المدينة، مؤسسة أهم ومهتبون والدعوة الأهلية، نشكرهم على جهدهم في إقامة اللي مشرفنا النهارده الدكتور عمرو الفصل. وانا الحقيقه من المتابعين دكتور عمرو الفصل من خلال موقع التواصل فيسبوك. اظن انك تفضل يا ابو
تحولوا لفضل ولسعمان العالم كله. لما نشوف في التاريخ الحديث وفي الحضارات الحديثة ونشوف دولة زي اليابان بدون أي موارد، الدولة لأنها نجحت في بناء الإنسان وبناء أخلاقياته، النهاردة متفوقة في رقعة صغيرة جدا من الأرض على اقتصاديات العالم كله. فكنا محتاجين إن احنا نتضافر كمجتمع ومؤسسات مجتمع مدني وإعلام ومؤسسات دولة أن نعمل في إضمار بناء الإنسان والرفع من مستوى سلوكياته ومن مستوى أخلاقه. لكن للأسف هذه الأولوية تحت في معترك السياسة وفي معترك التلازم والمرشقات السياسية، تاهت هذه الأولوية عندنا، وتاهت قضية إن إحنا خارجين من مرحلة في أمس الحاجة لأن نكون اللبنة الأصيلة للنهضة والحضارة ألا وهي الإنسان. لو بصينا في حياتنا اليومية وبصينا حوالينا في السلوكيات اللي بنقابلها بشكل يومي، هنلاقي أنفسنا في أمس الحاجة لمجموعة قيم أصيلة بتمثل الحياة اليومية، هنلاقي نفسنا في أمس الحاجة لتفسير قيمة فليقل خيرا او يصمت، لان ان لم يقل خيرا قال شرا، ان لم يقل خيرا اضاع الوقت ومش وقته لوحده، ده وقته ووقت غيره، ان لم يقل خيرا قال ضلالا واضل غيره. في امس الحاجه لتفسير قيمه بحسب الرجل من الشر ان يحقر اخاه المسلم، في أمس الحاجة لتغذية قيمة اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن عكس حسن الظن هو سوء الظن، وسوء الظن هو التربص. أنت ممكن تلاقيني رافع إيدي يبقى تفترض إن رافع إيدي عشان أعمل مصيبة، ونازل إيدي يبقى نازل إيدي عشان أعمل مثل مصيبة، التربص حالة من التربص. إحنا في أمس الحاجة إن إحنا نرصد قيمة لا يسخر قوم من قوم، دي أخلاق المفروض إنها تعتنينا في حياتنا اليومية في كل حركاتنا وفي كل سكناتنا. نستأذنكم للجوع بعد إذنكم، للجوع أيها المتحدثون. في أمس الحاجة لتفسير قيمة لا يظلمه ولا يظلمه، في أمس الحاجة لتفسير قيمة من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، في أمس الحاجة لتغذية قيمة إن من أعظم البر سرور تدخله على المسلم. القيم دي لو توفرت فينا تقودنا جميعا كمجتمع وكمؤسسات، تقودنا جميعا إلى العنوان الكبير وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. وهو ده اللي احنا مفتقدين، ان احنا جميعا كمكونات في هذا المجتمع مع اختلاف مشاريعنا وتوجهاتنا، ان احنا نبحث عن المشتركات فيما بيننا ونتعاون فيها لاقامه مجتمع صالح، ان نبحث عن القواسم المشتركه التي لن نجد فيها بيننا خلاف على الاطلاق، نتعاون فيها و نتمرس حواليها لحد ما ننهض بمجتمع يحتاج منا لكل الجهد حتى ننهض به. الحقيقه انا مشغول ان انا اتكلم، لكن انا جاي عشان ارحب بحضراتكم وارحب بضيوف الكرام، وبشكركم مره اخرى الساده الحضور الكرام على حضورهم الندوه، والسادة المنظمين مهذبون وأهلا ودعوة أكيد، وبشكر الدكتور عبد الفصل معتمد المقطوع
عشان نستفيد منه ان شاء الله في نادينا الكريم، وبنرحب باي ندوات او عمل توعوي يسهم في نهضه وتقدم هذا المجتمع في جو من الالفه وبعيدا عن التلازم والتراجع. شكرا جزاك الله خير. دكتور عطيه الرحمن عضو مركز الاقمار الشمس، ودلوقتي مع كلمه الاستاذ الدكتور محمد علي حلمي المصري العام لشؤون الدوله الثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في البدايه انا اشكر حضراتكم على تلبيه الدعوه لينا وان شاء الله دايما تكونوا متواصلين معانا. احنا اسمنا اي دعوه وهي اختصار الانترنت الدعوه. احنا الوسائل الدعويه المشهوره دايما هي دايما المساجد، وفي الادوات الجمهور بتاعها بيبقى ثابت، واللي بيروح دايما هو حاول عارف الشيخ الفلاني او عارف الداعي الفلاني، لكن في جمهور دايما احنا دايما بنعرف. ففكره الدعوه الذكيه ان احنا نحاول نوصل المفاهيم الشرعيه علشان نوصل بسرعه على الفيسبوك او في الشارع او في الجامعات او في النوادي. احنا الهدف بتاعنا ان احنا نخرج يعني فرد مسلم عالم بالدين كويس، عالم بالمعلوم بالدين بالضروره، يعني يبقى فاهم يعني ايه عقيده، فاهم يعني ايه شريعه، ما يبقاش كل اللي يعرفه عنه هو مجرد شويه عبادات. وحتى عندنا يعني العبادات اللي يعرفها تبقى يعني تقدر تقول ناقصه. ف يعني يهمنا ان العباده تكمل وتوصل لحد ربنا سبحانه وتعالى يرضى بها. الوسائل بتاعتنا احنا بنبدا دايما في عندنا يعني لجان علميه ولجان فنيه هي اللي بتقوم بصناعه او الكونتنت او المحتوى اللي احنا بنقدمه. في عندنا كمان الوسائل النشر بتاعتنا، في عندنا اونلاين. الوسائل الاونلاين بتاعتنا بتبقى يا اما فيسبوك او الموقع بتاعنا ان شاء الله يعني قريب باذن الله هنفتحه. في عندنا الاوفلاين دوت، في عندنا مجموعه اسمها دعوه سلام، الهدف بتاعها ان هي تنزل في الجامعات، تنزل في النوادي، تنزل في الولاد، علشان نحاول ندعو الناس ونوصلها المفاهيم والدين بطريقه سهله وبسيطه. احنا كانت اول حمله نزلنا فيها كانت حمله اسره، وطبعا حضرتك يعني حضراتكم كلكم سمعتوا عن الفيلم المسيء والرد الفعل ما كانتش طيبه، ففكرنا